أخي الحبيب، هذا الدعاء قد يحل مشكلة مستعصية أراد الله تبارك وتعالى أن تحل. من منا لا يعاني من مشاكل في بيته؟ من منا لا يعاني من مشكلة مع أهله، مع أقرب الناس إليه؟ احفظ هذه الآية جيدا من أواخر سورة الفرقان وكررها، ولكن بتدبر وتأمل وتعمق وتفكر. حاول أن تشعر بكل كلمة فيها، أن تتذوق كل كلمة فيها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كلمات رائعة جدا وخفيفة وسهلة الحفظ وتلامس القلب. أنت تدعو إله كريم، إله عظيم، إله سميع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني يا رب أنت أعلم بحالي، اجعل هذه الزوجة قرة عين لي، اجعل هذا الولد العاق العاصي الذي يتعبني أصلحه واجعله قرة عين لي، اجعل عيني تقر به، تأنس به، تفرح به، اجعله مصدر فرح وسرور. ربنا هب لنا من أزواجنا. من الذي يملك ويتصرف ويتحكم في كل ذرة في هذا الكون؟ من الذي يستطيع أن يغير سلوك هذه الزوجة العاصية، هذه الزوجة التي أتعبتك، أو هذا الزوج الذي عانيت منه كثيرا؟ الله هو القادر، هو الوحيد سبحانه وتعالى القادر أن يجعله قرة عين لك. من الذي يتحكم بهذا الولد أو هذه الابنة؟ إنه الله عز وجل القادر أن يغير سلوك هذا الولد أو هذه الطفلة أو هذه الابنة أو هذا الزوج أو هذه الزوجة. هو المتصرف بكل شيء، هو القيوم، هو القائم على شؤون عباده سبحانه وتعالى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، يعني حتى الأحفاد وما بعد الأحفاد، اجعلهم يا رب مصدر السرور لي، قرة أعين. ولكن هذه الدعوة قد تكون خاصة بالدنيا، لذلك القرآن كتاب سعادة يضمن لك سعادة الدنيا والآخرة. واجعلنا للمتقين إماما، يعني يا رب اجعلني أسلك سلوك المتقين، أنهج نهجهم، أسير على طريقتهم. باختصار يا رب اجعل أولادي وزوجتي أو زوجي قرة عين وسعادة لي في الدنيا، واجعلني من المتقين، بل واجعلنا جميعا، واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية والله أيها الأحبة، كلما كررتها وكلما عشت معها وكلما تذوقت هذه الكلمات الرائعة، صدقني ستشعر بطمأنينة، لأن كلام الله كله طمأنينة للقلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
لذلك أخي الحبيب احفظ هذه الكلمات، لا تغادر هذا الفيديو إلا وأنت حافظ لهذه الكلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم.